وانت مين؟ انا عمرو يا استاذ نعمان. معلش يا عمرو يا اخويا، معلش يا ابني، معلش. ابوس ايدك، ابوس ايدك بقى، افتح لنا الوصيه، خلي العيال دي تعرف نصيبها ونخلص. ناولني يا عمرو الملف ده. ده يا استاذ مش ده اللي تحته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنفضش، ده التراب معقم. بس ادينا بقى الوصيه دي واحنا هنتصرف. اوعى اتصرف. مين اتصرف في الطرف الصحي؟ الملف ده مش هيخرج من هنا لحد ما تجيبولي كل ولاد امبابه، يعني بقيت اخواتكم. يا استاذ، هو احنا لو نعرفهم كنا جبنا لك ليه اصلا؟ وبعدين يا استاذ نعمان، مش نعمان برضو؟ ما انت عارف كل التفاصيل. حبايبي، التفاصيل اللي عندي إدارة أعمال إمبابة، أملاك إمبابة، حسابات إمبابة، لحد جوازاتها وطلقاتها ودمتم، معرفش حاجة تانية عنها. يعني كل المطلوب مننا دلوقتي إن احنا نروح السجل المدني نجيب لك شهادات ميلاد تثبت إن إخوات الولاد دول من الأوراق اللي موجودة عندك في الملف ده، صح؟ طب ما أنت بتفهم وأنت شغال محامي. لا الحمد لله. أيوه معلش يا عمرو، معلش يا عمرو، نسيت. ممكن بقى تدينا طرف خيط نمشي وراه؟ خد ادي الخيط وادي اللي كابه. بسم الله. ادي الورقه، اول جوازه لمبابا. الاول لا 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 يا بنتي، لا لا لا، لازم تكتبي قصه حياتك في كتاب وتسميه المراه الحديديه في زمن الرجاله الملسيه. ايه الاسم المهبب ده؟ لا ده انا عندي اسم اقوى. ايه هو؟ هسميه جوازات امبابه من الرجاله الديابه. الله، البتاع من العلط ده جميل قوي، اخده يا بنتي. خدك ربنا يا بعيده يا اختي، انت هتنقي ولا تقعدي تطبقي الحاجه؟ ده انا واخداه من جدتي من سنه 1800 وحاجه. ده ايه ده؟ وسيبيني بقى في الخيبه اللي انا فيها. ايه يا اختي الشعر اللي بيطلع في الدقن ده في السن الغريب ده؟ ايه احنا هنروح للحلاقين بعد كده ولا ايه؟ ايه ده؟ نهار اسوح. بس برضه قمر يا بت، والله قمر. قمر طبعا يا قبلتي قمر. عارفه يا بت؟ نعم. الرجاله دول بري منهم بري، اي حاجه بتحصل فيهم حلال عليهم. انا اصل لما اخد الراجل بقشطه واللي هلفط بيتشلفط، مش هيفتحوا بقهم معايا. عارفه انت في الاول كده يفرش لك البحر طحينه ويقول لك كلام حلو، يجيب لك ورد ويجيب لك شوكولاته ويجيب لك، وبعد ما تخش الخيب برجليكي يعاملك كانك واحد صاحبه. بس على مين؟ ها؟ بس بصراحه يا قبلتي، انت اللي كنت بايعه ومش بيعيش لك رجاله. اخرسي يا بت، ايه ما بيعشيش رجاله دي يا بت؟ ده انا العصمه بتبقى في ايدي، انا اللي بطلقهم وانا بقتلهم. اما حاجه غريبه والله، اصلك انت ما تعرفيش، ده انا عندي حواديت ولا الف ليله وليله. ده انا شفت عز يا بنتي يا مباهج. عارفه انت كنت اقف على المرسح كده الناس تتهبل علي. امال ايه؟ وانا كان في مني اتنين، وبعد ده كله ايه بقى؟ انشن على الراجل الصح. وكنت قبل ما اروح اي حفله كبيره من اللي بتجوني فيها اطلق اللي فات. ليه؟ ما هي العصمه في ايدي. امال ايه؟ امال اسيبه يتحكم فيها زي العبيد واروح بقى ايه فاضيه عشان ارجع مع عبيه. ده انا مره كان عندي حفله في الشام. خيبك يا امبابه. وانت عارفه الشام بقى رجالتهم ايه؟ بياض ناصع كسلك، تحسي كده الرجاله مدونة فازلين من فوق لتحت. ولقيت لك حته واد شعره اصفر من فوق لحد ركبته. من فوق لحد ركبته؟ وانا ايش عرفني يا اختي، انا شفته كده وعنده عين زرقاء وعين خضراء كمان. امال ايه؟ قمر، اسال امه، وانا اللي كنت خلفته وشالني. يا خرابي، عارفه شكله كده ابيضاني في بعضه كده، تقوليش ايه؟ حسين فهمي جنبه يبقى سليمان عيد. قمر يا خرابي. على حياتك، وعلي شنب يقف عليه صقرين، احمد عبد العزيز جنبه يبقى تامر حسني. اخ يا راجل انت، ده كانت حته جوازه. عارفه يا بت؟ اتجوزته، قرب مني كده، انا عرفت على طول ان هو ده، لازم اغني له الاغنيه اللي انا بعلق بيها جوازاتي. ايوه بتاعت الست صباح. انا هنا انا هنا هنا يا ابن الحلال. راح مقرب، لا عايزه جاه ولا كتر مال. عشمته، بحلم بعش. قال لك بس عش دي راضيه بقليلها. وراح داخل على طول قال لي تتجوزيني يا امبابه؟ قبل يا اختي ما اقول له لسه افكر، كان ملبسني الدبله في ايدي الشمال. دي حكايه شهرزاد؟ شهرزاد ولا شهر ناقص؟ الله، انا بحكي لك الحقيقه. اعمل ايه بس في جمالي وفي حلاوتي لكل ما اروح بلد اتجوز؟ بس العيال اللي كنت بخلفه ماما وقاطعين فيا يا بنت امبابه. تعملي ايه يا امبابه؟ ما لازم ندور عليهم برضو. انت نمتي يا بت؟ طب وحياه امك برضو اللي احكي لك، ما انا لازم افضفض مع حد وانا شايفه غيرك في بوزي. وبعدين
خشينا على ابو دمك على ده صوت. ايوه يا حبيبتي معاك اهو. لا لا ما وراناش حاجه. ايوه يا سيدي وريني. لا مش تبعنا مكتب باب اللوق. ما انا رحت مكتب باب اللوق جابوني هنا. وانا اعمل لك ايه؟ وريني طراخ. ايه ده؟ هنمشي منك يا عم ماهر. اختكوا حلو يا اولاد امبابه. فاضل واحد بس عند موظف جوه. يا مسهل يا رب. الله بس ما يطلعش موظف كشري ولا بيفطر في ساعتين. انا ممكن اتغاب عليه يا عم. ومين ده؟ همد ايدي عليه. مر بيغلط فيا. ومين ده هنا؟ اه صحيح مين ده؟ بس اهدى اهدى حبيبي. حاضر حاضر معلش انا متوتر شويه يا جدعان. اصل انا عندي ميعاد مهم. عندك ميعاد فين؟ لازم اروح للواد بلاميط ارجع له الجاكيت بتاعه. ايه؟ هو انت ما رجعتش جاكيت لبلاميط؟ يا نهار ازرق بلاميط هيضربني. بس بقى ما تعيطش. قلت لك ما تعيطش. ما تعيطش بقى. عاجبك؟ والله العظيم ما كنت عايز اجيبكم عشان كده. عايز خيط؟ يلا تبعكم ولا ناقص خيط؟ بقول لك ايه؟ شوفوا لكم حاجه بلتين واعملوها. يلا شدوا غريبة بقى عشان بتضايق. نهاركم ابيض. اللي بعده. اللي بعده؟ كمان مش احنا؟ احنا احنا اللي بعده احنا. ايوه. يلا. الغباء ده. ده بيذاكر؟ بس بقى. طب نجي له في وقت تاني. خلاص. يا صباح الفل. صباح العسل. على مدير عام سجلات احتماليات حفظيات تجليات السجل المدني في مصر والدول العربية كلها. الله ايه الحلاوة دي؟ التعامة دي؟ الله على حلوة وعجبتني بصراحة. ايه اللي عجبتك يا سيدي؟ ايه اللي عجبتك؟ نعم يا عم خير. صباح الفل يا سيدي. عمرو سيمي محامي وسمسار لاعبين. شوت يا سيدي. عجبتك صح؟ الله يحفظكم. قصدك حسن. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. امرني يا سيدي. انا بقى اللي كنت جيت لحضرتك ايام ثانيه مسمار بتاعت قضيه المدرشين. مش فاكرك. مش فاكرك الراجل. مش حلو مش حلو مش حلو. وانت اللي عامل لي فيها ابن خالته. سيبنا اللي اتعامل بقى. اتفضل. صباح الخير على عيونك يا قمر. اخوك زماره. يعني بتزمر يعني ولا ايه؟ حلو يا مين اللي فاكر؟ وحشه قوي وملهاش معنى كمان. بس بقى طب خلاص اتصرف انت. اهدي احنا احنا بس اسفين للازعاج. كنا عايزين مستخرج لشهاده الميلاد. مش عندي يا سيدي. مساء الخير يا استاذ. ايه يا ست نعمة؟ ايه يا ست؟ ما توطي التسجيل شويه يا رادس عجرم. الساده المواطنين واقفين. عيب كده. الله. هو انا بصراحه يعني صوتي شبه نانسي عجرم بس انا مش نانسي انا افراح. اهلا اهلا ست افراح. انت تقول يا هاني. يعني هو احنا بس كنا عايزين يعني يرضيك يرضيك ان انا اقف بره كل الوقفه دي وفي الاخر اروح كده يعني زي ما جيت. معاش ولا كان معاش ولا كان اللي يوقفك. يا نهار اسود. انت تأمريني. انا بس كنت عايزه يعني حضرتك تطلع لي الملف ده. ده بس الملف ده احطه في قلبي. ايوه احطه كده جوايا. يا سلام. احنا خدامين الانسانيه ياللي كلك مفهوميه. ربنا يخليك. اخ شاعر ولا ايه؟ ما تحترم الرجاله يا جدع انت. انت في ايه يا جدع انت؟ يا سيدي اهدى في صلى على النبي. معلش معلش يا استاذ اصل انا اخواتي عصبيين قوي. الاسم عايزين الملف ده. حاضر. يعني هو ملف فيه مصارعة. خلاص 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 يلا انا هربانه مني. حاضر يا استاذ زماره. حاضر يا سيدي. حاضر يا استاذ. اهدى يا استاذ زماره. حاضر حاضر. اهدى زماره. حاضر والنبي والنبي. حاضر بس يا ابني اسكت. خلاص خلاص حط اهو 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 الاسم الاسم حمودي حمودي انطونيو. انطونيو جونزاليس. حمودي انطونيو جونزاليس. ايوه ايوه. اهدي ده انت ولاد حلال. والله انت ابن حلال. انت بالذات والله يا استاذ زماره انت ابن حلال. الملف كان في ايدي. ايوه هو فين؟ نعرف فين الملف. دورنا على الملف. زماره يلا يا جدع. زماره زماره يلا بس. حاضر يا ست. حاضر. هم عصبيين قوي لك. معلش معلش هم عصبهم تعبانين. حاضر حاضر
بسم الله الرحمن الرحيم. راحوا فين؟ هي هو في هو في هو عقدين. ايوه اتنين مصريات اتجوزوا من اتنين مكسيكيين. ايوه هو ده التاني بقى. حاضر 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 حاضر. اسمع حاضر.